بونجور بونجور، اهلا وسهلا، تفضل. هكذا يستقبل أفاديز زبائنه ويصطحبهم إلى طابق حوله وأصدقاؤه إلى فندق صغير. في ردهة الاستقبال يكمل أنتوني المهمة، يرافق الزبائن إلى غرفهم ليشرح أدق التفاصيل. إذا لحت مع حدا شباب لم تمنعهم إصابتهم بمتلازمة داون من الحصول على تدريب يجعل بإمكانهم الانخراط في عالم الفندقة. وهذا الطابق من جمعية سيزوبال المعنية بالاهتمام بهم احتضن أحلامهم، فأصبحوا مسؤولين عن نزل صغير فتح أبوابه للعامة ووفر لهم فسحة لتحقيق طموحاتهم. طلبنا تلسي بأوتيل وكان وعند سهيل نعمل فيه سي بليزانت وساعد مسال وزانو واخر سي ساعد في مواهب، يعني اكثر سي انا حاب نشتغل بالاوتيل. نحن كثير مبسوطين بالشغل لانه تخرجنا، مشان عم نتدرب اكثر، مشان انا بستقبل تحضير ترويقات تحضير غداء. الجميع هنا يتعاون على ادق التفاصيل، وهم مسؤولون عن خدمه الزبائن واعداد الطعام والاهتمام بنظافه الغرف. اسمح لنا مع واسون حضر ترويقه صبت خوته وترويقه. بتحب الشغله؟ مبسوطه؟ ايه مبسوطه كثير. بشتغل باوتيل واتعلم وساعد دسامية، ما حدا ترويقة ولا ولا غدا. إذا الناس بيزيدوا زوار لهم إننا في مستقبل على ترويقة. تكويات. تربط الشباب سيزوبال صداقة منذ الطفولة، إذ نشأوا معا بين أروقة الجمعية وتلقوا الاهتمام ذاته الذي أمن لهم فرصة الحصول على شهادات في الفندقة بعد دورة تدريبية مع أهم الفنادق اللبنانية. خلقنا مشغل جديد اللي هو مشغل فندقية ضمن مشاغلنا المحمية، وهالمشغل هيدا رح يأمن فرصة العمل ل 14 شاب وصبية بالمستقبل. التدريب وفر لهم عملا لم يكن في الحسبان، وبعد عام سيتمكنون من الالتحاق بأي فندق. الخدمة الأفضل التي يقدمها الموظفون هنا هي رسم البسمة على الوجوه وإدخال الفرحة إلى القلوب. غنوة يتيم.